السلام عليكم ورحمة الله، نهاركم مبروك ومرحبا بكم مع قناة لكي. اليوم إن شاء الله الإخوة والأخوات جبت لكم تدبيرة جد سهلة بسيطة لحفظ المعلبات مهما كانت النوعية تاعها كبيرة ولا صغيرة، خضر ولا فواكه ولا أي حاجة عندكم معلبة ومضغوطة. إن شاء الله اليوم تدبيرتنا سهلة جدا لحفظ قلت لكم المعلبات بعد فتحها، يعني نعاود نحفظوها ولا نستحفظوا بها في الثلاجة بعد الفتح بدون ما تخسر، بدون ما تدير أي تعفنات، بدون ما ديرنا أي مشاكل. نبدو بسم الله على بركة الله. هنايا غادي نخدم لكم اليوم بالمايس ولا الذرة. كما نعرفوا الذرة المعلبة كي نفتحوها خف خف تخسر ولا في وقت وجيز تتعفن وديرنا هذيك الحموضة ونرموها، نضطر لرميها. لكن بهذا التدبيرة البسيطة جدا، لكنها هي بسيطة لكن المفعول تاعها قوي جدا، تقدروا تعاودوا تحفظوا ولا تستحفظوا بالمعلبات تاعكم لمدة طويلة. إن شاء الله نبدأ بسم الله. غادي نفتح معكم أنا علبة الذرة ولا المايس، وهنايا الاخوات في اليوتيوب حطوا بزاف اقتراحات وبزاف وصفات وبزاف تدبيرات، لكن هذه التدبيره الوحيده اللي غادي تنجح، باسكو انا نسيت شحال من وصفه شحال من تدبيره وما نجحت ليش. تقعد لي حدها 3 ايام 4 ايام في الثلاجه تعاود تعفن لي الحاجه اللي يكون محتفظه بها. نبدأ بسم الله بدون اطاله. هنا عندنا بقال او علبه زجاجيه تكون معقمه، تكون نقيه وتكون ناشفه من الداخل، يعني ما فيهاش ولا قطره ماء، ناشفه كما راكم تشوفوا هنا وني مبين لكم. هنايا التعقيم تاع البقال ولا تاع العلبه تاع الزجاج، ديروا الماء في النار يغلي، وهذاك الماء تحطوا فيه البقاله ولا العلبه تاع الزجاج على الفم تاعها كما وريتها لكم دروك، تحطوها حتى هذاك البخار الماء الداخل يعقمها، حطوها على فمها وتنشف في الهواء فقط بلا ما تنشفوها باي منشفه وتولي معقمه. هنايا راني نعمر ولا راني هكا نحط في الذره المعلبه في هذاك البقال او العلبه الزجاجيه. الوصفه تاعنا لازم ديروا فيها علبه زجاجيه. الان راح نجيبوا هذا الماء اللي بقى لنا فيه، انا هذا غادي نسحقه غادي نخدم به وصفه. نجيبوا هذاك الماء اللي كان في المايس، ندوه كاع، نزيد شويه هنايا باسكو ماغاديش نخدم بيه كاع كومبلي، هذا راه عندي بزاف. حنا نحاولو ندكسوه ما نخلوش الهواء فيه، ها هو لازم نضغطو عليه بهذا الشكل. هنا بعد اللي ملأنا البقال ولا العلبة الزجاجية بالمايس أو الذرة، هنا راح نجيبو الغطاء بعد اللي يكون حتى هو نشفناه ونبلعوا به ولا نغلقوا به العلبه تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا وصلتها حتى للفوق، يعني راهي مضغوطه وزيرتها ودكستها غايب هذاك المايس. دروك نبلع فيها ونزير او نبلعها باحكام مغلق جيدا. هنايا هذه هي تدبيره تاع اليوم، حطيناها في بقال حتى لهنا رانا متفاهمين، حاجه سهله بسيطه. تقول لنا ما عطيتينا حتى اضافه. الاضافه تاع اليوم اننا نقلبوا البقال تاعنا على الفم تاعه ولا فوهه البقال ولا على البلاع او الغطاء، لازم تقلبوه كيما هكا. هذه هي تدبيرة اليوم باش تعطينا الضغط، يولد هنايا هذاك الضغط من هذاك الماء ومن هذاك الاشياء اللي نكونوا دايرينها في البقال هنايا، وتسمعوا طرطقه حتى في البلاع ولا في الغطاء تاع البقال ولا العلبه الزجاجيه. هذه هي تدبيرتنا تاع اليوم، تقلبوا البقال على فمه وديروه في الثلاجه وتحتفظوا بيت كلي راه جديد، ما يخسر ما يدخل له هو ما يتعفن ما تصرى له حتى حاجه. هنايا بالنسبه للفطر، بالنسبه للفطر اللي هو المشروم او لي شامبينيون، بالنسبه للفواكه المعلبه، وهنا ايضا بالنسبه للطونه، يعني الطون كي تشرو هذاك الحجم الكبير تبغوا تحتفظوا به ثاني ديروا له نفس التدبيره. ان شاء الله وصفه اليوم تكون فرجت عليكم، وهذه حقيقه هي تدبيره تاع الوالده تاعي، وصفه ام سيدو، نوجه لها تحيه وان شاء الله تكون في ميزان حسناتك امي ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله الاخوات تبارطاجوها في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده هكا وتكون ثاني هتوما في ميزان حسناتكم. هنا الاخوات ملاحظه فقط، كي تعاودوا تحلوها الحاجه اللي
عملتوا استحفظتوا بها في الثلاجه كتعاودوا تحلوها، الدو عادي صفوها من هذاك الماء اللي مسحقوه دائما يقعد هذاك الماء في البقال وتخدموا به عادي، لكن تزيروا عليه وتغلقوه باحكام وتعاودوا تقلبوه على فمه وتخلوه في الثلاجه تاعكم، قلت لكم عليه والو. ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله يا ربي تنجح معاكم، وان شاء الله يا ربي تردوا لي فتعاليقكم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، ما تنسوش اذا كنتم زائرين للقناه الضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو هكا باش تكبر المتعنا، وان شاء الله نوصلوا للدرع الذهبي ان شاء الله مع بعض ونحققوا المليونيه في القناه ان شاء الله، وتكون مشاهدتنا عاليه وتكون ان شاء الله وصفاتنا ناجحه ومصداقيتنا عاليه باذن الله تعالى. ونقول لكم ما تنسوش الجرس لتصلكم كل الوصفات الجديده. احبكم في الله، استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.